توحيد ما هو التوحيد؟ التوحيد التوحيد ندر هو افراد الله سبحانه وتعالى بما يختص به من الربوبيه والالوهيه والاسماء والصفات. التوحيد الله سبحانه وتعالى توحيد. اسماء وصفات الارض والوهيه والربوبيه بالمكتر. نعم. إذا لابد أن نفرد الله سبحانه وتعالى بأنواع التوحيد الثلاثة. يجا الله أن بوج توحيد تمام... تم تم تشتلرند بلمس نعم. و

شرط الركن الاول شهاده ان لا اله الا الله يعني لا احد يستحق ان يعبد الا الله كل ما عبد من دون الله عبادته باطله اكفر بجميع ما عبد من دون الله واثبت العباده لله وحده لا شريك له. اسلام الالكي الالكي كلمه شهاده الله باشكا

رمضان tutmak وحج بيت الله الحرام لما استطاع لي سبيله. نعم هذا هذه المرتبة الأولى الإسلام أعلى منه الإيمان. شرط vardı. نعم, نعم. الإيمان أركان الإيمان ستة. يعني إيمان أن تؤمن بالله. الله إيمانمان. و وكتبه. ونن Onun peygamberlerine inanman واليوم الآخر inanıp وتؤمن بالقضاء القدر خير وشر، كذا شر ليه ليه نعم، المرتبة الثالثة الإحسان، والله أعلم.